اموال جامعه كربلاء 2021 تمام. ان شاء الله اليوم راح ناخذ مختبر عن الابرس بارتفاعات قدر الامكان راح اقدر يعني افيد فلوس تشريح يعني عن الموضوع. طبعا المختبر هو عملي لذلك اغلبيه الصور تشريحيه من جهته تمام. بس انتم مجموعتين هسه مقسومين نصين مو؟ اوكي. فيعني راح اضطر انه شويه نوعا ما نتعجل لان على مود نص ساعه هنا شويه على الشاشات نص ساعه وثلث ساعه على مود تجون تقول وراكم وهكذا تمام؟ اوكي. هسه بس حتى نفرق بين ابرز ورقه التراكت ولا ورقه التراكت. شنو الحد الفاصل بيناتهم؟ عكس تحت اللارينكس بعد هذا صير لور لارينكس وفوق هذا ابر ريسبيرتوري تراكت زين. هسه اللي نحكي عن الابر اير واي اوبستراكشن. الابر اير واي اوبستراكشن يعني انسداد المجال التنفسي اذا كان بالابر ريسبيرتوري تراكت ناروين زين او اوبستراكشن يعني بارشل اوبستراكشن انسداد جزئي. شنو الاعراض اللي ينطيها؟ اهم شيء هو السنورنج. اهم شيء هو السنورنج بعد سنورنج اللي هو الشهير يعني سترايدر كلش مهم تقيسوا على المقيس ماوث بريثينج موجوده قدامكم. اهم شيء اللي احكي على السترايدر. السترايدر هو يعني انسبيرتوري ساوند بالانسبيريشن الشهير ماشي والصوت خشن ومو موسيقي يعني مو ميوزيكال مثل ويز. ويز ايش هذا بالانسبيريشن ويز الصفير كلكم سامعين فتقدر تسمع بدون سماعه يعني بدون ستيثوسكوب او قد الا تخلي سماعه على صدر المريض على السماعه. هذا الويزنج. السترايدر لا بالشهيق لكن الصوت خشن يكون ومو ميوزيكال زين. هذا السترايدر مهم طبعا كلش مهم حتى التريكي يعني الميجر ايروي اذا انسد ايضا حتى التريكي الاوبستراكشن مالته النروينج يسوي هذا السترايدر واضح زين. إذا ها اذا انسد تماما اختناق تمام زين. اللور اوبستراكشن اللور اير اوبستراكشن اللي هو اهم شيء الاسمى اللي هي هاي موضوعكم هذا الاسبوع. شنو اهم ميزه بالاسمى حتى الويزنج؟ اهم ميزه الويزنج اذا كان الويزنج يعني او كانت الاسمى شديده الى حد كبير اوكي يعني الابيسود شديده راح يوصل لك مرحله السايلنت تشيست ماكو يعني بريثنج ساوند. خلي السماعه ما تسمع نفس واضح عافيه زين اوكي فقد يوصل مرحله الوبيس زين. هسه خلي نجي لل هسه هذا السكال هذا اهم تركيب عندنا ما يخص اليوم. هسه شنو هذا؟ نيزل سبتم. النيزل سبتم النيزل سبتم باختصار هو يعني الحد الفاصل بين يعني يوصل لك الام في الرايت ليفت. الميزه مالته انه بالامام كارتلج الجزء الامامي منه يعني تكوين الامام منه هو كارتلج والجزء الخلفي هو بون خوش باختصار يعني زين. فهسه انا جاي اشوفنا الجزء الخلفي اللي هو البون اللي راح يتكون علوي من البربنديكولار بليت اوف ايثيمويد والجزء السفلي منه الفومر بون تمام زين. هذه هسه نشوف الكونكا نيزل كونكا هسه نشوف هذا طبعا انفيريور فيو زين. هذا السبتم مثل ما جاي يشوفون هذا الجزء غضروفي اللي هو سبتال كارتلج هذا كارتلج هذا بالامام وهذا البوستيرير جاي يشوفوه عظمي هذا ايثيمويد وهذا الفومر واضح؟ ان شاء الله صوتي واضح لكم بالاخير زين. هذا الكونكا هسه بدي اشوف هذه نيزل كونكا اوكي. هسه الاير الى وعليكم السلام. الاير الى مجرين انه يدخل للريسبيرتوري تراكت يا اما عن طريق النوز يا اما عن طريق الماوث صح زين. طبعا النوز هو الطريقه الافضل اوكي ليش باعتباره مصمم لهذا الشيء يعني الواحد يظل يتنفس بس من حلقه صعبه حتى تحس بجفاف وتيبس يعني جربوا يوم بس مو بنظام يجربون هسه لان كل ستيب بس اكثر من لازم. عموما فالنوز راح يدخل الاير منها اوكي عن طريق النيزل فيستيبيول راح هنا عندك هذه الكونكا. الكونكا شنو الميزة النوز وشنو يسوي للاير
سوي تدفئة فلتريشن تنقيل صحيح عافية زين. هذا من يقوم بهذا الدور ذن باوع هاي نتوءات عظمية ذن عبارة عن عظام صار باللاترال. راس إحنا بالميديال قلنا من هو السفر مو صح من اللاترال منا ذن يسموه النيزل كونكر أو ما يسمى بالتيربينيت نيزل تيربينيت نفس المسمى واضح زين. إيش عندي ثلاثة هذا السوبرير نيزل كونكر أو سوبرير نيزل تيربينيت هذا الميدل وهذا الانفيرير نيزل تيربينيت أو انفيرير تيربينيت زين تيربينيت. هسه ذني بيناتن جوا كل واحد أكو خدود يفوت بيه الاير يعني هسه الاير مو داخل من هنا راح يفوت بهذه الخدود يروح للبوستيريال للنيزل فاركس وياي واضح إن شاء الله زين. هذا الخدود شو يسموه عافية ميتس. فعندي سوبرير نيزل ميتس وانفيرير ميدل ميتس والانفيرير ميتس واضحة زين. فات هذا المنطقة شو يسموها كوانا لا هذه هاي الكونتر نفسها هاي الكونتر هذه كوانا اوكي اللي هي تربط لك بين النيزل كافيتي والنيزل فارينكس واضحة بين النيزل كافيتي وبين النيزل فارينكس زين. هذا قد طبعا يصير بيها انسداد قد يكون جيني يعني يجي الطفل ولاديا عنده انسداد يسموها كونال اتريشن تمام كونال اتريشن. شلون يشوفون الطفل يشوفون من ان شاء الله يعني اغلب الاحيان الطفل يكون مزورق يجي وعنده ساينوسيز وهذه او يبكي فلما يبكي لا راح يصير راح يفتح حلقه لما يبكي مو صح فنفتح حلقه شافوه يرتاح الطفل شكوا انه مثلا كونال اتريشن يجون شو يسووا له يخلون له الانجي تيوب او الفولي كاتيتر هذا ما يجون يحاولون يدخلون من الانف لما ما يدخل ما يطلع نيزل فارينكس راح يتوقعون انه اكو انسداد وهذا زين يعني هاي هنا عظم يسد هاي ما مفتوحه اوكي هاي كونر تلج هاي ما مفتوحه هاي مغلقه هنا عظم واضح بعدين يسوي له سيتي ويشخصوه زين. اللي يهمني انا بنيزل فارينكس بعد شنو وجود هذا الجزء شنو هذا الاوستاكيان تيوب كلكم سامعين قناه اوستاكي مو صحيح اللي تربط بالاذن الوسطى الاوستاكيان تيوب بعد هنا هذا شنو هنا الادينويد تونسل شوفوا التونسل اللي هي عباره عن يعني كتله من الفول تمام احنا اشهر شيء معروف عندنا البلاتاين تونسل يسمون بلاعين مو بس اكو وحده الادينويد اللي تكون سنجل مو اثنين وحده هي تكون بالبوستيرير للنيزو فارينكس هنا أنا بالضبط هذه اذا صار بها تضخم تعتبر ايضا واحد من الاسباب المهمه طبعا قد سبب سنورينج وسبب لي ايضا اوبستركتيف سليب ابنيه زين يعني المريض اثناء النوم يختنق ويقعد تمام يسموها اوبستركتيف سليب ابنيه واضحه فهاي يشيلوها مرات هاي الاوبستركتيف سليب ابنيه هاي يصير لما يصير عندك ادينويد هايبرتروفي اذا هاي الادينويد هنا زين. فهسه هذا النيزوفارينكس يعني واضح ان شاء الله عفوا ما يخص النيزال كافيتي واضحة طبعا هاي العظام انا قلت عظام بس هاي ترى العظام يعني مو مكشوفه هاي مبطنه وغشاب ميوكوزا تمام وهي راح تكون متخصصه الموضوع انه تدفئه الاير والفلتريشن زين. هاي الاوستاكيان تيوب هذا النيزوفارينكس هذا هسه منو عندي هنا هذا شنو اي عادي الهارد بليت والسوفت بليت تمام اللي هو سقف الفم الثلثين الأمامي منه لأن ثلث وثير راح يكون شنو هارد ليش لأن عظمي سموه هارد بليت والثلث الخلفي سموه سوفت بليت اللي نهايته اليوفيليا زين. نشوف هاي طبعا مثل ما جاي يشوفون نفس هاي نيزل تونكا وهذه هنا أنا عندي طبعا هذا الفينويد ساينس خلي أشيلكم شوية على البارانيزل ساينس اول شيء هذا سمنو هاي طبعا صوت سي تي جاي اشوفكم النيزل ساينوسيس اللي هي البارانيزل ساينوسيس يعني جوبين فيل مو تعرفوه اوكي لاني شنو ماكسيلاري ساينس هنا أنا. تمام ماكسيلاري ساينس بعد هذا اللي منو هذا الايثمويد اير سيلز اللي هي الساينس مال الايثمويد مثل ما تشوفون كانه شبكه مقطع جاي تشوفوه تمام لان هي مجموعه وصغار فسمونه ايثمويد اير سيلز ماشي بس هو هذا يعني هو الايثمويد ساينس زين. هاي الصوره شنو كورونال ساجيتال اكزيال كورونال عافيه هذه كورونال هذه هاي تقريبا يعني مو ساجيتال هاي اكزيال فيها ممكن شويه ميلان لكن اكزيال اوكي
هذا منو هسه السفينويد ساينس. السفينويد ساينس بميزة مهمة، خلي اشوف اذا اكو صورة. اوكي هذا السفينويد ساينس، شوفوا مو هذا وينه، هذا هنا تعرفون هاي المنطقة شو اسمها؟ بيتوتاري جلان، السلة تورسيكا، هذا مو البيتوتاري اللي تقعد بيها البيتوتاري جلان، تمام؟ هذه المنطقة يسموها سلة تورسيكا اللي تقعد فيها الجلوتين الداخل اللي هي الغده النخاميه الموجوده بالبراين. الغده النخاميه صعب انه تفتح انت البراين تفتح جمجمه وبعدين تدخل تسوي سرجان جديد. فعاده عمليات الغده النخاميه من الناس الريسكشن اذا اكو ادينوما ماشي سووها يسمونها ترانس سبينويدال، تمام؟ بتويتر ريسكشن، واضح ان شاء الله؟ اوكي. هذا السبينويد حكيناه زين. النيزل سبتم، النيزل سبتم الانحراف هواي يصير بيه صح؟ هواي يصير بيه ديفيشن، هواي شايفين حالات انه نيزل سبتم ديفيشن ماشي. فيقول قد يكون هو قد يكون نتيجه تروما انه يصير بيه ديفيشن زين، واكو ما يجون هيك اصلا عنده ديفيشن من هو صغير زين. هذا النيزل طبعا هاي جاي اشوفك المفارقات هسه هنا الديفيشن هذا. طبعا النيزل ديفيشن يعني اصلاحه ايش لازم يكون؟ سيرجيكال مو صح؟ سيرجيكال يفضل انه ما يتاخر الوضع، لان لا تاخر يعني اذا اكو عندي ديفيشن هاي الجهه راح ابقى اتنفس من هاي الجهه. هنا التربنيت لين جاي يكون دور اكبر الجلوكوز مالته راح تتمدد وبالتالي راح تسد لي ايضا هاي الجهه، بعدين ابقى اتنفس من حقي والمشكله تكبر. فيفضل اذا اكو نيزل ديفيشن زين يعني يصير له سيرجيكال يعني كوركشن، واضح؟ هذا حكينا هذا بلت السوفت بلت زين. باعوني هذه هسه الصوره هذا الموضوع جاي شوفون هنا اكو تو فولد هاي فولد وهاي الاخرى او قوسين صح؟ هذا واحد منا وهذا الثاني اللي ورا مو صحيح؟ الانتير هذا شو يسموه اول واحد؟ جلوسيال فولد اي شو يسموه؟ باليتو جلوسال، باليتو جلوسال فولد او باليتو جلوسال ارتش، واضح؟ والثاني اللي وراه يسموه باليتو فارنجيال ارتش، ارتش يعني قوس، واضح؟ زين. ذني شنو ميزتين؟ انه بين الاول والثاني موجوده التونسل، البالتاين تونسل. واضح اللي هي البلاعيم. واضح ان شاء الله؟ اوكي، هنا هاي شايلتين على ما يبدو. لكن هي هنا راح تتواجد التونسل. زين. هسه التنك. التنك اللسان. الانتيرا تو ثيرد منه شغلته؟ تذوق. تمام؟ اساس تذوق يعني هاي الانتيرا تو ثيرد. البوستر بنتر ما بيميزة تذوق يعني ماكو تست سنسيشن بالبوستر بنتر منه، واضح؟ هذا راح تكون عبارة عن لينجوال تونسول، البوستر بنتر منه عبارة عن تونسول يسموه لينجوال تونسول، واضحة؟ واضحة إن شاء الله؟ زين. أحب أشوف يعني شيء تفاعل يعني أحس إن الموضوع عرفته حتى تقدر أتجاوزه، لا تنامون من الصبح. زين. هذا يا سيد هذا التانك شو ميزته؟ انه عنده ارتباط بالابيجلوتس بوستيريور الجذر مال اللسان روت اوف تانك عنده ارتباط بالابيجلوتس هنا اي جي جي تمام؟ راح يرتبط يرتبط بثري فولد يسمونه ميديان فولد هنا ومن هنا لاتر فولد من هنا واضح؟ هسه احكيكم على هذه ان شاء الله بس هاي الابيجلوتس هاي الحنجره لارنكس تمام؟ فهذه جاي يشوفون هذه الميديان ابيجلوتيك فولد هذه هنا وهذه منها الرايت ومنها العفو يعني اللاترال منها ومنها الرايت زين. اللسان اهم مصل باللسان من هي؟ جينو جلوسيوس مصل جينو جلوسيوس مصل هذه شو جاي يشوفون اشركم عليها هذه الكبيره. فاللسان هو عباره عن هاي المصل باختصار، هاي بقيه المصل يعني مو ذيك الاهميه ما لها رول مثل ما رول مالت الجينو جلوسيوس هو اللسان تمام؟ هذا طبعا لما ترتخي شو يصير؟ تانك يرجع بوستيريرلي مو صحيح؟ يقولون بلع لسانه صايره باللاوعي بصير مو صحيح؟ واي لما يعني جماعه الجوز اوف كونشس خصوصا اذا كان ديب او بالعمليات حتى بالعمليات مخلين اندوتراكيال تيوب اوكي شايفين اندوتراكيال تيوب يدخلوه داخل القصبه الهوائيه بالعمليات الجراحيه دائما باعتبار انه اكو تخدير راح يصير ريلاكسيشن بالمصل تمام؟ فحتى ما يختنق المريض. زين. هذا طبعا
ميديان جلوسيو ابيجلوتيك فولد، هاي اللي حكينا، وذن اللاترال هاي ارتباطها باللسان، هذا اللسان بوستيريرلي. اوكي، هذه الابيجلوتس. هسه الفارينكس، الفارينكس راح يقسم طبعا اكو ذن بمصل اللي يسموه كونستركتر مصل، هاي سوبريال كونستركتر، ميديان كونستركتر، وانفيريال كونستركتر. اكو لونجتودينال مصلز ايضا، لكن هنا باوعوا يا هسه هذه شنو؟ هذه الكونه او الكواينه، زين، هذه اليوفيلي بوستيريور، اللي طبعا اليوفيلي لما يعني بالبلع او هذه اليوفيلي تصعد، تدرون مو تصعد يعني تسد لك النيزو فارينكس اللي لسان المزمار يسموها، زين، هاي لينجوال تونسل. اوكي، هذه الارتش اللي حكيناها، تعرفون انه اكو نيزو فارينكس، اوروفارينكس مقابل النيزوفارينكس يقابل الجوف الانفي، مو صح؟ الاوروفارينكس جوف الفم، هو لارينجوفارينكس او ما يسمى بالهايبوفارينكس لانه بالاسفل، هو الجزء الثالث منه. زين، هسه اللارينكس لحد الان واضح تقريبا؟ واضح دكتور، واضح. اوكي، هذه اللارينكس او الحنجره، اهم ميزه بالحنجره انها تتكون من شنو؟ حتى تتكون من اظافر، كارتلج، ممبرينز، muscles and ligaments. واضح؟ cartilage, muscles, ligament and membranes. تمام؟ زين، اهم ما بيها هو الغضاريف مالتها. شنو الغضاريف؟ شلون مضروب عندي؟ 9. نعم، لا تنسوا 9. 3 منهم سنجل، تمام؟ وثلاثة منهم زوج، يعني ازواج، فصار مجموع 9. واضح ان شاء الله؟ زين، السنجل منو؟ thyroid cartilage، هذا الكريكويد cartilage، هذا الكريكويد كارتليج اللي يكون نارو من الانتيريور وبرود من البوستيريور، تمام؟ بوستيريور راح يكون برود عليه، تمام؟ بعد والابيجلوتس، ذن ثلاث غضاريف، ذن ثلاث سنجل، وش حكي؟ البقيه من هن؟ الاريتينويد كارتليج اللي هو زوج، هذا الاريتينويد كارتليج قاعد فوقه، هذا الصغير شو يسمونه الكورنيكيليت، اوكي؟ يعني حطوا الكورن شلون قاعد بالزاويه كورنيكيليت، واليوريفورم يجي بالاريبيجلوتيك فورم، موجود اليوريفورم، ف يعني صغير هذا اللي قال احمد ما علق عليه، هو يعني اهم شيء هو الاريب. هذا نوع عندي هنا الحبال الصوتيه، تمام؟ هاي فوكال كورد، زين. اكو ارتباط طبعا بالنسبه للثيرويد كارتليج في سوبريور هور اللي هو يعني فرد هور يعني القرون العلويه، وكوليفيرال هور اللي تربطه الكليكويد كارتليج، واضح؟ طبعا هذه شو يسموها؟ هاي الليجمنت شو يسموها؟ زين، هذه الليجمنت كريكو ثايرويد ليجمنت تربط الكليكويد كارتليج ويا الثايرويد كارتليج، هذا منو بالاعلى؟ هذا حصة الافلام بس يكسرون بي، هذا هاي هاي بون، تمام؟ هو هذا اللي لما واحد يعطيكم ربط هيك واضح لحد الان ان شاء الله؟ واضح هاي الكارتليج؟ عندي ثلاث ازواج وثلاث سنجل. سنجل هذا ثايرويد ريكويد ابيجلوتس. الازواج اريتينويد كورنيكيليت وكيوريفورم. واضحه؟ كل من الكارتليج تايب الكارتليج هاي الكارتليج ما عدا الابيجلوتس راح تكون الاستيك كارتليج. ما عدا الابيجلوتس راح يكون عباره عن لاستيك كارتليج، زين؟ اللي بيقدر يصعدون وظيفه مالته شنو؟ اثناء السوالون، اثناء البلع، السوالون ريفلكس راح يسد اللارينكس على مود الاكل يروح للايسوفاجس، تمام؟ لحد الان تمام؟ زين، هذه اللارينكس بها طبعا ليجمنت، بها انترنسيك، استرنسيك ليجمنت، زين، ها اريد احكي ايضا عن اللي بعد يعني زهر فوق الفوكال كورد اكو يسمونه فولز فوكال كورد اللي يكون لونه يعني احمر او يعني بني، اوكي؟ واكو ترو فوكال كورد يكون لونه ابيض، تمام؟ يعني راح نشوف ان شاء الله هسه بالصوره. الفوق الفولز فوكال كورد يعني للمكتب مال الدوكس للفولز فوكال كورد هذا شيء يسموه الابر بارت او ما يسموه بالفيستيبول، تمام؟ بين الفولز فوكال كورد والترو فوكال كورد يسمون الفنتريكل اللي هو الميدل بارت،
جوا يسمونه اللور بارت او اوف لاريس، تمام؟ بدل البارتات مال لاريس، ابر بارت ميدو ولور بارت اوف لاريس، اوف لاريس. زين، عندي ماسلز هسه راح نحكي، هذه تحكي المهمات، هذا نفس الكلام مالتي. اوكي، هذا نفس الكلام. شوف هسه هذه الاريبيجلوتيك فولد، ان هذه وين مو هذه لاركس، طبعا هذه اللي تخلون بالكم هاي حره من الاعلى، يعني من جوا مرتبطه من الثايرويد كارد ثابته، لكن شوف الرياضي راح تكون سائل بالنهايه مالتها على مود ادوار. واضح الاريبيجلوتيس؟ واضح ان شاء الله؟ زين، هذه الاريبيجلوتيك فولد، زين، يعني هسه هذه الالت يسموه لارنجيال الالت، المدخل للارنج يسموه لارنجيال الالت، تمام؟ هذا الاري ابيجلوتيك فولد، جاي يشوفون هذا وينه، هذا امتداده اري ابيجلوتيك فولد، زين، يعني من هيش من الارتينويد وهيك طالع. زين، هاي فوكال، هسه تشوفون لين الصور، هسه هذه لاينجوسكوبيك فيو، زين، هذه الابيجلوتيس هسه كانها صوره شلون جايت يعني من الخلف من البوستيريا ماخذيه، فهذه الابيجلوتيس، تمام؟ هاي الابيجلوتيس، وهذه الترو فوكال كورد، هذه شوف هذه الفورس فوكال كورد اللي حكيناها، شوف لونها شلون صاير، هذه الترو فوكال كورد، هذه بكل لونها ابيض، تمام؟ زين، هذه ايضا، هاي جاي تشوفون هاي الفورس فوكال كورد، هاي وينها، وهذه الترو فوكال كورد. زين، هسه مقالي موضوع النيرفز او المصر، طبعا فوكال كورد ما انتم ما عندكم محاضرات نظري، بس يفضل يعني لا تكون محاضره نظري، يعني لازم تعرفون ما اعرف شلون، لان هاي عباره عن صور محاضرات، دونكم محاضره نظري، زين، مال سنوات سابقه، انا عندي محاضره اذا هاي يعني ما سنه. عموما هاي فوكال كورد اكثر مصر تتحكم فيها، بعضها تسوي لها ابدكشن وبعضها تسوي لها ابدكشن، مو؟ وحركة اللي سوى لي ادكشن من هو لاترا وترانسفيرس واوبليك ادكنويد مسلس، ثاني مثال لاترا وترانسفيرس واوبليك ادكنويد مسلس، ثاني كي يسوى ادكشن بالداخل قاربن الوقت او الداخل، فقط عندي وحده راح اسوي لي ابدكشن اللي هي بوستيريا ليكارتينويد مسلس، تمام؟ زين، هسه اذا احكي بس على النيرف سبلاي، الاعصاب التحتيه الموجوده في الهيد، عفوا 12 عصب سامعين تريل نيرف يسمونه، اوكي، تريل نيرف عندي بس العاشر اللي هذا يعني ماخذ الدنيا كلها، ينزل هيجي وينزل بالابدومين، تريل كلنا هنا ان شاء الله، لكن العاشر ينزل، عاش ينزل للارنكس ينزل للابدومين ويأثر لك على جي اي تي، راح تاخذون ان شاء الله جي اي تي فيزيولوجي، ايش يأثر لك على القلب، ينزل لقب القلب، صحيح يباس فيجا، تمام؟ يباس مبادئتك، تمام؟ فيجا بالضبط. زين، فالعصب العاشر راح يعطيني ما يسمى باللارنجيوم نير، اللارنجيوم نير ايش راح يكون؟ اكو واحد عندي راح يعطيني سوبرير لارنجيوم نير، تمام؟ وهذا السوبرير يقسم قسمين، انترنال لارنجيوم نيرف، هذا مو شغلي كلش هنا، لان هو يعني يغذي لي المصلز الابر الفوكال كورد، وعندي الاكسترنال لارنجيوم نيرف يغذي لي مصل وحده اللي هي كريكوثايرويد مصل. فهسه هنا المهم عندي هو الاكسترنال لارنجيوم نيرف يغذي لي فد مصل مهمه، شو يسموها؟ كريكوثايرويد مصل. البقيه من يغذي كل المصلز الاخرى؟ ريكورنت لارنجيوم نيرف. ماشي حشي؟ إذا كل المصل مال اللارينكس فوكال كورد هاي السوالف منو يغذي بيها؟ ركرت لارنجيوم نير باستثناء الكريكوثايرويد مصل راح يغذي بيها منو؟ الاكسترنال لارنجيوم نير. إذا الاكسترنال لارنجيوم نير انضرب قد يؤدي المريض انه يختنق اختناق أو ما يقدر يحكي بعد هاي؟ لا يقدر يحكي بس ما يقدر يتحكم بالتون. يعني شنو التون؟ صوتي وياكم جاي مرة أرفعك مرة أنزل مرة، مو صحيح؟ وسيلة للكوميونيكيشن هاي مهمة، ما راح أقدر أتحكم، صوت راح يكون ناصي وما راح أقدر أرفعه بمستوى واحد، زين؟
شدة صوت مستواها. فشي يسمونه مونوتونيك فويس. تمام؟ مونوتونيك. إذا انضرب من وين؟ الاكسترنال انجنرال. واضحة هذه إن شاء الله؟ زين. الركرنت طبعا هذا الاكسترنال انجنرال إذا انضرب يقول ممكن إذا بارش يلا يعني من جهة واحدة ممكن إنه يقدر يسوي له كومبنسيشن ومرور الوقت يتحسن حاله أكثر. زين. المهم بعد قلنا الركرنت انجنرال. اللي شوف سلاي all muscles of larynx except cricothyroid muscle. واش حكي؟ اللي يغذيها الاكسترنال انجنرال. فهنا دول اثنين شغلتين جماعتنا. الركرنت انجنرال ينضرب عادة وين؟ بالعمليات الجراحية الغدة الدرقية. تمام؟ للثايرويد انواع الكاس الجليد العنيف. غدة درقية مو صحيح؟ اللي حكيناها قد عيط غدة درقية هنا. زين. فعادة الركرنت انجنرال اثناء السيرجري للثايرويد جلاند ممكن يصير له دمج. تمام؟ ممكن ينقطع. اذا انقطع طبعا يعني فارشيال اذا يولي الاطفال يسوي لك هورسلس او فويس ديسنيه. زين. اذا كومبليت او بايلاترال يعني قال يوصل مرحلة افونيا ماكو صوت يعني ما يقدر حتى يحكي افونيا. زين. ان ديسنيه اون اكزيرشن. واضح يعني يا سعيد ما يخص هسه بعد هذه التريكي يقول 16 الى 20 كارتليج راح تكون هيجي حلقات صحيح ما مكتمله وهاي مناطق ما مكتمله اكو فد ليجامنت تربط بيناتها هاي بعد تاخذوها لها لحد الان واضح اللي اخذناه واضح دكتور واضح لو لا يلا الحمد لله شكرا هسه توزعونا